المسرح مساحة مباحة لجميع القضايا، هو رسالة بالصوت والصورة للقضاء على التمييز ضد المرأة. العنف ضد النساء، التحرش الجنسي، ودائرة العنف، كلها مواضيع وعروض عولجت من قبل منتدى المرأة على مسرح اليونسكو. شاركت فيه ناشطات خضن دورات تدريبية في المسرح التفاعلي. ميزة المسرح التفاعلي أنه بوصل إلى عدد أكبر من الجمهور، من الناس، ورسالته واضحة ومحددة، ما بتميز لا بين لبناني ولا بين فلسطيني ولا بين لاجئ عراقي أو غيره. ميزته الأخرى أنه فيه إشراك للمجتمع المحلي بشكل مباشر. نور وأبي نادر شخصيتان مسرحيتان تعكسان قضية التحرش الجنسي تجاه الأطفال ضمن مسرحية حكاية نور. ما تخاف حبيبي، ما تخاف، ولا اما كيف عتبتلي عليه؟ لا اموت وما اروح لعند اوتي بلاموسي. العنف ضد النساء قضية لا هوية لها، لا تفرق بين فلسطينية ولبنانية او مهما كانت الجنسية التي تنتمي اليها، هي بكل بساطة قضية قانون لا يحمي المعنفات. واللي تلقى التدريب مجموعة من العاملات الاجتماعيات اللي بيشتغلوا ببرنامج العنف ضد النساء، فلسطينيات ولبنانيات، بيعملوا بالوسطين الفلسطيني واللبناني. وهذا جاي لأنه نحن مقتنعين تماما خلفيته الأساسية أنه العنف الممارس على النساء هو واحد على الفلسطينيات كما هو على اللبنانيات، وإن كان العنف الممارس على الفلسطينيات مضاعف شوي. شو صار من دخلك جاي من جاي عطولك شرفت وين؟ ما في أكل اليوم ولا تجيب المرأة. النساء الفلسطينيات اللي بتقدري تحكي عن عنف بالأسرة، بتقدري تحكي عن أنواع عنف مختلفة طبعا، بتقدري تحكي عن عنف اقتصادي، عن عنف اجتماعي، عن عنف حتى ثقافي مرتبط بالهوية وباللغة وباللهجة. لما بوصل الموضوع عند الفلسطينيين بتعرضوا إلى عنف له علاقة بحرية الحركة. بتعرفي مخيماتنا طبعا معظمها بتعيش حالة عسكرية، يعني مغلقة أبوابها، لازم الدخول لإلها والخروج منها من أبواب محددة أو عبر شو بدي أسميه تشيك بوينتس للجيش اللبناني. وبهيك حالي النساء عادة بتتعرض لمضايقات أكثر بكثير من الرجال. بنهر البارد لازم أقول لك، بنهر البارد بأول ما تحول أول ما أعيد فتح المخيم الجديد، العديد من النساء الفلسطينيات تعرضنا لتحرش من قبل مجندات ومجندين. مجندات ومجندين شو جنسيتهم؟ لبنانيين طبعا، عن الحواجز اللبنانية عم بحكي. إذن هي قصة تاريخية يوم كان ينظر للنساء كتابع أو ملكية للرجال، وما زالت القصة حتى يومنا هذا رغم أننا ننادي كل يوم بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان. دلال بزي، قناة الجزيرة.